وأنا خجلت منها أنه عراقي يسكن في جامع. التنسيق المسبق مع السكن، لا نريد من المعتمر يخرج من العراق وهو لا يعرف سكنه أين، أو لا يوجد حجز مسبق. والموسم الماضي إخواني حصلت لدينا مشكلة اللي هي عدم توفر السكن في المدينة، مما أدى بعض القوافل أن يسكنون في الجوامع، وهذه مشكلة إخواني، وأنا خجلت منها أنه عراقي يسكن في جامع مع اعتزاز لبيت الله الذي هو محل عبادة وفي محل دعاء وتلاوة قرآن، لكن أن أسمع بعراقي لا يوجد لديه سكن في المدينة، هذا معيب والله. هذا سببه عدم الحجز المسبق. صحيح بعض الأخوة نقلوا لي أنه هنالك حجز مسبق، لكن بسبب تخلف بعض الشركات السياحية أو الفندقية في المدينة حصل لديها إرباك في المغادرة والدخول، مما اضطر يوم كامل لأن يسكنون المعتمرين في أماكن شتى.